ترامب يفجرها وتا هو كيدخل على الخط وكيقول لهم الملاكم ايمن خليف علاش كيلعب مع النساء. ها انتم ما قلنا والو ترامب اللي قال. واش تقدروا انكم تواجهوا ترامب الكراغلة ولا هذيك الولايات المتحده؟ لا نعرفوا حنا غير المراركه. واخا المراركه ما قالوا والو حنا بدنا نجيبوا المراركه. قالوا المراركه والو نتيريو في المراركه. يهديكم ربي يا هاد الكراغلة. اجيو نشوفوا الفيديو على بركه الله. اول فيديو اسمحوا لي بعدا نمسح هذا ونجيب هذا لهنا هكذا. دوزوا الاول فيديو. فخامه الرئيس الجزائري عمي تبون اسمع الرئيس ترامب اش غادي يقول عليها ايمن خليف. اسمع اسمع. And I'd like to congratulate the young woman who transitioned from a man into a boxer. You saw he won, she won the gold medal. How about the young Italian, beautiful Italian boxer? She got in there and she didn't know what was going on and وا كنظن وقيلا النظام الجزائري خصو يتحرك. انا ضروري هذا الشيء اللي قال راه كون حنا ما نسكتوش ليه. كون حنا ما نسكتو الكراغلة فينا هو النفس فينا هو النيف ديالكم فينا هو النيف. كنتضامن معكم من ايبيني سور سيل من هنا من 93 ها هو كيتم من 93 من فرنسا من المعقل ديال الكراغلة ديال الحراقة ديال الجزائر. انا جاي لعندك تما تسناني. كنتضامن مع النظام الجزائري. سمعتوا اش قال دابا؟ غنقولوا مبروك. نمشيو نجيبوا الدور عنده لخوتنا ايمن خليف الفوز بالميداليه الذهبيه. هذا دونالد ترامب الرئيس اللي كان امريكان والرئيس اللي غادي يجي. انا عارف ان النظام الجزائري ما غيقدرش يسحب السفير او السفيره وما غيقدرش يجري على السفيره الامريكان حيت ما في الدوش. وعارف انه ما يقدر يدير والو مع ما يقدرش يدير والو كيعرفين بحغير علينا حنا. ندوزوا الفيديو اخر. اش غادي تحرس ودي بالبور الحارس ديالو ديال بوس اش غادي تحرس ودي بالبور الا وقفتي هنا تدوز ليه اش يا واش خوك يكون الكور خرخروا المغاربه كبيره اش هو كتقول ولكن بلا امي قلبي راه الكور خصو يكون غير الصغير صاحبي هذاك هو الاولمبيا صاحبي دوخو الله يلا الحارس ديال المنتخب ديال مصر كيشد الزلزولي ومركي عليه هذا ويحطي هذا ومركي هذا. دوزوا الفيديو اخر. تعالوا نشوف مع بعض واحد السرباي في قهوة بتفرج النهاردة على ماتش مصر والمغرب في قهوة في مدينة القنيطرة. وتعالوا نشوف بعد ما انتهى الماتش بفوز المغرب على مصر 6-0 عمل ايه معايا. هزار معاك يا استاذ. هداني واحد المشروب ولكن تعالوا عشان ما احرقلكوش المفاجأة تعالوا نشوفه وبعدين نعلق عليه. شوفوا يا جماعة بعد الماتش اكتبوا لي 6 في العصر المغربة علاب الضحك زعما دوك راه خوتنا المصريين الصراحه ما شفناش فيهم شي عيب. الشحات هو اللي ما كنحملوش فيهم صافي تحيد الشحات كلشي مزيان. كنت جالس في مقهى والمغاربه شوف 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 كابولي عصير ما عرفش ايه عصير ايه اسمه ايه وين الصفر يا مصري ما شفناش الصفر كان عليه يحط لك 6 دو بوا صفر مالو سموتي ريد ما عرفش ايه سموتي ريد المهم يعني سول الكراغلة راك ما هاد العصير كيحلمو به غيكون فراولة ولا حاجة صح؟ عصير فراولة المهم جابوا لي عصير سموتي ريد وكتبوا لي فوق شوف رقم 6 نيشان يا ابو 6 يا ابو 6. دوزوا الفيديو اخر. تعالوا يا اخو يا خويا المغاربة شوفوا وين جبت لكم شو وجهها كي داير ما تعرفوها راجل ما تعرفها مراه ما تعرف وراه غير الفلتر شو بالفلتر وكيفاش دايره بلا فلتر غادي يبدا يشمتنا يا عبد الغفور ها انت شو بالفلتر كي دايره خميسات خميسات تسحقوها هادي شو دابا جاب لي الله دابا راه استفزت وكيضحكوا لي بحال هادو زعما استفزيتينا دابا تسحقوها هادي شو من الظل ديالها كي دايره تخرج لك تهرب بحال هكا دابا تبان لك بالليل تهرب شنو طيتي ميزات جبت لكم شتلة جديدة دابا هادي كيحرضوها الكراغلة لأن تونس توانسة ما عندنا مع تونس زعما ما كاينش شي حاجة بيننا وبين توانسة هادي كيحرضوها الكراغلة باش تسب المغاربة ولكن القرطاس ديالها ضعيف كتضرب كاع ما كيوصل كتجيب لها غير الضحك راه كي دايره الضحك في راسك وصلوا ليها حبينا نقول لك حاجه واحد يمشي بالكدا يا توانسه وصلوا ليها باللهجه ديالكم نقول لها راه كي دايره الضحك في راسك. ندوزوا الفيديو اخر. تعالوا نشوف لا شفنا هذا. ندوزوا الفيديو اخر.
صباح الخير مساء الخير. على بالكم فضيحة العداء الحمروكي اللي يسميوه تيم دوفت. تيم دوفت هو يسميه تيم دوفت هكا جاء من اسم انتم على بالكم تين. تنهقوا خارج السرب ماشي تغريد خارج السرب تنهقوا خارج السرب القرطاس والله اللي كتجيبوا لنا الضحك عرفتي بهاد الكلاشات ديالكم وباش كتحاولوا انكم تستفزوا كتجيبوا لنا الضحك وغير استمروا هكاك راه كتضحكوا دوزوا الفيديو اخر. حين تشرق شمس المنافسات الكبرى وتتأهب الفرق العظيمة لصناعة التاريخ تجدهم حاضرين لا بألوان منتخبهم بل بألوان الحسد والغيرة. الكراغلة كيهضر على الكراغلة ركزوا مزيان. جمهور للكراء بلا منتخب يتأهل ولا فخر يصنعونه. نيشان راه ما كملتش علاش ما كيكملوليش لي فيديو صاحبي كان فهمتش عندي شي مشكل زعما في لي بارامتر كنلقى شي فيديو عجبني كندير ليه تيليسارجي كنجي كنلقى فيه غير ربعه راه عاود نيت اش وقع ليهم وكيفاش كيشجعوا منتخبات اخرى كلشي عاودوا دوزوا الفيديو اخر يمكن هو هذا النيت دوزوا الفيديو اخر. جيت لالمان قلت لهم الصحراء مغربيه لالمان قالت الصحراء مغربيه وي زيد خرجت الامريكان قلت لهم الصحراء مغربيه زيد خرجت اسبانيا قلت لهم الصحراء مغربيه زيد خرجت فرنسا قلت لهم الصحراء مغربيه يعني طلعت الكتيبه شتي خلاص الفيلم شتي الفيلم تاع البولي طلعت الكتابه بوليزاريو الفيلم تاع البوليزاريو بدا في 75 ولا 73 طلعت الكتيبه تاع دركا الكتيبه طلعت بصح كاين مشكل الكتيبه تاع البوليزاريو الفيلم تاع البوليزاريو اللي يتملك به النظام بالشعب الجزائري اللي بغى الحشا الاحرار لي يا ربك من 75 هو يتمنيك بيها هكذا من 75 هو يتمنيك بيها هذا النظام بحكاية البوليزاريو. دوزوا الفيديو اه صاحبي كرايا ما نحط دوزوا الفيديو اخر. حبيتو بوتفليقة نحيناه حبيتو الساعد نحيناه حبيتو جنرالات شواكرهم الزاد توفيق وطرطاك اللي كنتو تركيكيو منهم نحيناهم حبيتو يحيى نحيناه حبيتو السدان نحيناه قلتو لي زندارماس الراقب نحيناهم للعب هادو قاعد وبعكوش قلنا لكم يا المعارضة ادخلوا ديروا كحزب ما حبيتوش هذا يحسد في هذا حسادين كل جروب يضرب قلنا لكم نحسد بيناتكم وما تربحوش تقعدوا هكذا طول حياتكم تذكر عليا قعدوا مش كثير 9 شهور ما جبتوش باديه والو ربي سبحانه ربي 9 شهور ما درتو والو قعدتو غير تعرضوا في الجيش حبيتو تكسروا الجيش جنرال سراق جات سرق اختك انتوما ضلتوا كيضحكوا هادو دابا هذا الحظ ديال الكبرانات وجايبينو داير هاد السكيتش هذا نعتبرو سكيتش ماشي فيديو ولا ديرو سكيتش زعما باش يحقد الناس على المعارضه دوك اللي كينتقدوا الكبرانات خارج الجزائر. حبيتو بوتفليقه نحيناه حبيتو الساعد نحيناه حبيتو جنرالات بشواكرهم الزاد توفيق وطرطاك اللي كنتو تركيكيو منهم نحيناهم حبيتو يحيى نحيناه حبيتو السدان نحيناه قلتو لي زندارماس الراقب نديروهم للعب هادو قاعد وبعكوش قلنا لكم يا المعارضه ادخلوا ديروا كحزب ما حبيتوش هذا يحسد في هذا حسادين كل جروب يضرب قلنا لكم نحسد بيناتكم وما تربحوش تقعدوا هكذا طول حياتكم قعدوا مش كثير 9 شهور ما جبتوش باديه والو ربي سبحانه ربي 9 شهور ما درتو والو قعدتوا غير تعرضوا في الجيش حبيتوا تكسروا الجيش جنرال سراق جات سرقت اختك انتوما ضلوا تقولوا يقول لك انا ابو عارف ويوريلك انستا في الفيسبوك يقول لك انا ابو عارف شو على نيفو انا جاني اسمو عارف كيما هادو يوروا لسا ويقول لك انا ابو عارف راه عارفو يروح الجزيره يهضر يا روح القنوات يهضر سياسه وروا في المساء تاع الرجال وتقولوا احنا معارضين كاع حنا الهدف ديالو هو صفطوه الكبرانات باش يضيع الصوره ديال المعارضه وديال الناس اللي كينتقدوا الكبرانات حاجه باينه واضحه باش كتشوف بحال هادو دابا الحساء الاغلبيه راه هذا راه كان مع شو ايه كان مع كان حدا هذاك اللي قال لهم قولوا لفرنسا ما ناش مراركه فين زعما المعنى ديالها ما كنعيا ما ندورها عاد اكتشفتها انهم ما مدلوليش المغاربه كما الجزائريين قولوا لفرنسا ما ناش مراركه حنا مدلولين زعما الجزائريين عاد فهمتها
قولوا لفرنسا ماناش مراركه. فرنسا فاش بغات تبرد على المغرب ناد صاحب الجلاله فرنا وقف عند حده. هذه المملكه المغربيه كابيتال ديال افريقيا، راه هادشي اللي ما حملاش الجزائر. المغرب ولا كابيتال ديال افريقيا، ولا العمود الفقري ديال افريقيا، بوابه افريقيا لاوروبا وبوابه اوروبا لافريقيا. وزاد القدام في جميع المجالات، ما حاملينش هكاك الكراغله، هما اللي بغاو يكونوا في المكانه ديال المغرب. فجات فرنسا بغات تبورد، قال لها المغرب رصع وقف عند حد كاش الشريف، هذه المغرب ماشي الجيري، ماشي بواسين الرجلين. راه كيجي ماكرون ديك المره وكيبوسوا ليه الرجلين وليدين يعلقوا، مالكم على حالتكم؟ ها مازال العبوديه عندكم، مازال ما نسيتوش المستعمر وما دار فيكم. إخوان وصلنا لأخير هذا الفيديو، تحياتي لكم، ديما مغرب ولا عزاء للكراغلة، ديما مغرب من طنجة إلى القويرة. السلام عليكم.